اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج بون ابيتيتو بقناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه باللحمه المفرومه كوبيبه، نقول كوبيبه نوع يعني ايطالي، مكون من اللحمه المفرومه، الجبنه المبشوره البرمجان، وقلب العيش، اي قلب عيش فينو او اي نوع تاني باخد منه القلب، بس بقشر الكروستا اللي بره اللي هي الحاجه المحمصه اللي بره، وباخد القلب بس بحطه في شويه ميه وبيضه، وهنستعمل كمان الدقيق والفلفل والبصل. الطبق الثاني هنعمل صينيه سريعه كده بالبتنجان، بتخش الفرن ما بتاخدش مننا حاجه وسهله، بالطماطم وبالموتزاريلا والثوم وشويه البقدونس بتاعنا والجبنه اللي هي الشرائح اللي زي الشيدر دي. نبدا الاول نعمل الصينيه بتاعتنا. احنا عندنا بتنجانه بناخدها كده عشان احنا هنحتاج قطع طولي. ببدا ان انا انزل بالبتنجانه كده، وبنزل يا جماعه رفيع، بقطع الى حد ما رفيعه. طبعا لو اي حد في البيت عنده اللي هي قطعت اللانشون طبعا هتطلع مظبوطه اكتر، بس احنا ايه نقدر برضو ان احنا نقطعها بالسكينه، هتطلع برضو الشرايح اللي احنا عايزينها. وبنعمل لها تحقيقه كده بسيطه تتحط معاها بالطماطم وبالثوم والملح والفلفل وزيت الزيتون طبعا والموتزاريلا، بتخش هي الفرن بتستوي. اما بتخرج بنحط لها الجبنه بتاعتنا اللي هي زي الشيدر زي ما قلنا، اللي هي الرفيعه الشرايح دي. طبعا هحطها على ورقه فرن، محتاجين ورقه فرن طبعا عندنا، هنطلعها دلوقتي وبنملى الحاجات دي وبندخلها الفرن لغايه لما كل الحاجات اللي على الوش كلها تستوي، يعني ما بتاخدلهاش اكتر من 15 دقيقه في الفرن. احنا هنقطع انا بحاول اقطعها رفيع يا جماعه، انا مش عايز اقطعها تخين لان عشان تديني السوى اللي انا عايزه كده. انا يكفي القطع اللي انا قطعتها دي. هجيب معايا صينيه اهي، و فين الورق؟ ورق الفرن بتاعي انا بعمل دي كده، وبقيس واقطع اعمل كده، وهقطع من هنا كده. خلاص انا خدت المقاس بتاعي اللي انا عايزه، هقفل كده، وشوية الزيت بتاعي حطيت شوية زيت، وما فيش فرشة يبقى بإيدي كده بسيط، ما احط الزيت كتير. اهي وابدأ ان انا ارص البتنجان بتاعي اهو كده. انا اعتقد ان انا عملت القطع اللي هي تكفي. مسألة سهلة جدا، نعمل 6 قطع اهم، وهحطهم هنا كده، واجيب بول وابدأ اعمل الحاجة اللي انا هحطها مع البتنجان بتاعي في الفرن. هقطع الطماطمايه كده قطع دقيقة أو صغيرة كده يعني أهي، ودي كمان نفس المسألة كده. دي سهلة خالص، أكلة سهلة وسريعة مفيهاش أي فكرة، كله على البارد بيتحط وبعدين يتحط كله في الفرن مع بعض يستوي كويس.
ويخرج يتحط له الجبنه السوتليت اللي هي الشرائح مع سخونيه اللي هو لسه خارج بيها، بتسيح معاه وبتبقى بتغطيه زي ما مثلا زي فكره لما بنيجي نحط التشيز بتاعنا دوت او الشرايح ديت على الهمبرجر، سخونيه الهمبرجر بتسيح الجبنه دي لان هي سريعه انها مؤهله ان هي باقل درجه حراره بتفك. انا هعمل دول كده وبرضو انزلهم وكمان واحده اهي برضو. انا هعمل الكميه كلها اني محتاجها كلها عشان املى البتنجانه بتاعتي كده. هي ادي واحد برضو اهم كده، وهبدا ان انا احيقها. امسح هنا كده الاول وهبدا احيق الحاجه بتاعتي، ملح فلفل، ادي الملح بتاعي وادي الفلفل والزيت، زيتون حلو وهاخد طبعا الثوم لازم، وهاخد شويه بقدونس من هنا كده. يلا هقطع البقدونس بتاعي حتت صغيره، قطع صغيره يعني اهو، والثوم بتاعي نفس المساله. برضو حلق طبعا بكون محضر يا جماعه الفرن بتاعي يعني يكون سخن، يكون سخن. نبدا ان احنا انا هعمل كده، وطبعا لازم ملجمه الحاجات دي كلها مع بعض يعني الفها كلها مع بعض اخلطهم كويس اهم. وهاخد شويه من الموتزاريلا دي وهبدا ان انا اعمل كده. ممكن يا جماعة عادي ممكن تحطوها من أولها كده في الفرن، أو أشويه أعلي وأشوي وأحطهم برضو وأحطه عليهم وأكمل الشوي، يعني دي مش محتاجة كتير يعني مش محتاجة إنها إيه لاس إيه. طبعا الحاجة الفريش بتبقى إيه أوقع أو أحسن يعني، بتدي تيست أحسن يعني. أنا خلاص كده خلصت الطبق بتاعي ده، هاجي أنا هنا وهعمل كده، هحشي كده. انا هحشيه زي ما هو كده، انا مش هلفه، مش هلف البتنجان ولا هعمل فيه حاجه، انا زي ما هو كده هو كده هيخش الفرن بالطريقه دي كده اهو. خدت بالك؟ سهلة ما فيهاش فكرة يعني، طبق ما فيش أسهل بقى من كده. بقطع أكنها بتاع بعمل سلطة، بديني بقطع الطماطم والموتزاريلا عند أي نوع بقى، ما فيش موتزاريلا غالية أجيب أي نوع جبنة تاني وبحطها كده. طبعا أنا عشان بنعملها بسرعة يا جماعة فبنحط لكم الحاجة عشان نوريكم بس الفكرة، لكن أنت لما تعملي دول سيبيهم شوية في التلاجة عشان برضو ايه
الطعم بتاع الفلفل والملح والثوم والبقدونس يخشوا مع الموتزاريلا ويخشوا مع الطماطم، فيوم هيدي لك تيست احسن يعني. بتبقى برضو محبب ان ايه ان احنا نحط نريح الحاجه نحطها نعمل الخلطه، ولكن برضو الافضل ان احنا ايه. انا كده حطيت الحاجه بتاعتي ومش ناقص الا اني ادخلها الفرن. انا الفرن بتاعي جاهز، اروح احطها في الفرن. و هاهدي شويه عليه واسيبها تدي مع نفسها، وابدا افكر في الطبق بتاعي التاني. النهارده احنا عندنا طريقه زي يعني زي الكبيبه باللحمه المفرومه. هنعمل الخليط بتاعنا. قلنا في الاول جبنا قلب العيش وحطيناه في شويه ميه عشان يبقى طري خالص. انا دلوقتي محتاج ايه عشان اعجن؟ محتاج بول كبير، ومحتاج اني انا اصفي العيش وانزل اللحمه بتاعتي دي كده اهي، افردها هنا كده، شيل ده انا مش عايزه خلاص، وابدا اني انا اعمل كده وافرفط العيش ده، افرطه خالص، اعصر كويس. انا هعصر كده وانزل وارجع لكم يا جماعه بعد الفاصل، نشوف مع بعض الخلط بقيه الخلطه بتتعمل ازاي، وبتطلع الكبوبه بالطريقه مع الفلفل يعني بنخرجها ازاي او بنعمل الطبق ده ازاي. بعد الفاصل انتظرونا.